نورة، محطتنا التالية رح تكون مع الفعل ومساحة من العمل الإنساني والتطوع، العنوان يلي برز على الساحة السورية كفعل بتعزز حضوره في المشهد السوري. واليوم رح نسلط الضوء على نشاط جمعية ساعد يلي كان إلى حضور مؤخرا من خلال توزيع المساعدات. ولنحكي أكثر عن هالموضوع بصرنا نرحب برئيس مجلس إدارة جمعية ساعد عصام حبال. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح سوريا. صباح الصحة. خليلي يسعد صباحك. بالبداية كنا عم نحكي تحت الهواء كيف استضفناكم لأول مرة من 5-6 سنين، كيف بلشتوا على الأرض بمجموعة من الفعاليات الإنسانية والعمل التطوعي اللي انتشر ضمن ظروف الأزمة بشكل كتير كبير، وبكل أزمة لازم يكون لكم دور لكن ضمن فعاليات مختلفة. خلينا نحكي اليوم بظل الظروف الاستثنائية الصحية والطبية اللي عم يعيش العالم بأسره مو فقط بسوريا، كيف عم يكون شغلكم؟ حاليا نحن فعليا الجمعية أو ضمن خلينا نقول توجيهات وزارة الصحة ومديرية الصحة بموضوع أنه ممكن التجمعات اليوم تعمل حالة انتشار للمرض أو لا سمح الله عدوى. ففعليا صلنا شهر نحن اجتماعاتنا كلها عم تكون عن طريق الانترنت. حاليا في عنا 17 فريق موجود مدينة دمشق جاهز للتدخل بأي لحظة للمساعدة لتقديم السلل الغذائية السلل الصحية حسب الإمكانيات اللي احنا حتكون متاحة بين إيدينا، إن كان المجتمع الأهلي وإن كان من الدعم الحكومي. فاليوم ماشيين بهالإجراءات بشكل كامل. إضافة لهيك كمان الفريق ارتقى أنه يأمن المتطوعين أكثر، فصمم لباس خاص لهذا الموضوع تم تنفيذه اللباس، وفعليا اليوم نحن لمتطوعينا كلهم في عندهم لباس خاص حامي لألون مشان الوقاية والحماية بنفس الوقت. مستودعاتنا عقمناها بشكل كامل، عزلناها بشكل كامل حتى لما نستقبل كمان المواد الغذائية تتعقم وتتجهز بشكل يمنع انتشار الفيروس بشكل او باخر. جد ما بدي هيك بالغ، ولكن اليوم عندنا نسبه متطوعين مخيفه. كل العالم حابه تشارك، كل العالم حابه تكون موجوده. يعني تخيلوا انه مثلا اليوم نحن في عندنا طاقم طبي لا يقل عن 100 طبيب ومسعف كمان جاهزين للتدخل باي لحظه لا سمح الله في حال صار شيء. مطمنين انه الاجراءات لهلا عم تاخذ المنحى خلينا نقول ايجابي، انه ان شاء الله ما يكون في انتشار للفيروس، ولكن عم ناخذ احتياطاتنا لنكون موجودين باي لحظه. ما بدي اقول ساعد فقط، لا، انا واثق اليوم اغلب الجمعيات او اغلب المؤسسات والفرق الموجوده بسوريا عم تشتغل بنفس المبدا. صحيح، وعم يكونوا معنا ضمن فقرات صباحنا غير يوميا في طبعا. جمعيات وفعاليات عم تشتغل لكن ضمن الظروف المتاحه اكيد. عم تجهز حالها، لان بالنهايه احنا اليوم مجتمع واحد. يعني ما بدي اقول انا اليوم مثلا خلينا نقول اعطي مثال انه والله انا عقمت المزه وجهزتها واو، طب اذا المزه بخير ومنطقه قريبه لألا ما لها بخير فمعناتها احنا في عندنا مشكله. صحيح. فاليوم عم نحاول نشتغل على مساحه اكبر. عندنا شباب بحلب جاهزه اليوم لتكون مجهزه فرقه، عندنا شباب بحمص، عندنا شباب باللاذقيه، كله حابب يتطوع وحابب يقدم جهد ويساعد بهالازمه اللي احنا موجودين فيها. يعني بهذا الوقت الصعب قديش اليوم برأيك دور الشباب اليوم، دور الفرق التطوعية، المسؤولية الاجتماعية اليوم قديش مهم اليوم تتكاتف كل هاي الجهود لما عم نحكي نحن عن وضع ما نوع على فرد واحد وإنما عم نحكي على مستوى سوريا كله؟ أكبر دليل على أنه المجتمع الأهلي أو المتطوع اليوم له دور بهالأزمة هي بالذات، بريطانيا طلبت 250 ألف متطوع. صحيح. يعني طلبتهم طلب، نحن ما استنينا لحدا طلبنا، نحن جاهزين، نحن مجتمعنا صار جاهز تماما. فاليوم أغلب فعليا الفرق والمؤسسات جهزت حالها لهذا الموضوع. لحظة الاستجابة حتكون كلها موجودة على الأرض. أطلقنا شعار أو كان الشعار الكبير اللي هو خليك بالبيت مسؤولية. يعني نحن كمان رتبنا حالنا على فكرة أنه إيه خليك بالبيت، شو بدك دواء بعت لنا الرشيد تبع الواتساب نحن بننزل بنشتري لك الدواء بنوصل لك اياه على البيت. شو بحاجه اكل مواد صحيه كمان نحن جاهزين حتى نقدمها لك. كمان هي ضمن توجيهات وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل ورئاسه مجلس الوزراء. يعني الخطه اللي عم ترسم عم نقول نحن من الخارج ايجابيه 100%، من الداخل نحن عم نجهز حالنا لحتى ننطلق باي لحظه بننطلق فيها لحتى نكون موجودين. طيب خلينا نحكي عن تواجدكم بالمناطق، كيف عم يكون، كيف بلش العمل مع فريق العمل؟ مثل ما قلت يعني بلشتوا اجتماعات ووضع جدول عملكم ضمن مواقع التواصل الاجتماعي لاخذ الاجراءات الاحترازيه. خلينا نحكي عن جدول الاعمال، كيف راح يكون، كيف راح يتم التوزيع بين المناطق؟ تمام. لانه هو مثل ما قلت عمل كبير وانتم مش موجودين فقط في دمشق، عم تكونوا ببعض المحافظات السوريه. صحيح. مبدئيا مثل ما حكينا بلشنا بتشكيل الفرق حتى اذا يعني كمان عم ندربهم عن طريق الانترنت. فعم يكون في مدربين انه لازم نعمل هيك
يكون بعاد عن بعض، والمعلومات للوقايه وللحمايه بنفس الوقت عم تكون اونلاين. المرحله الثانيه احنا بلشنا فيها لنجهز سلل صحيه، هي السلل الصحيه ان شاء الله يوم الاثنين بتكون جاهزه. عندنا قوائم صارت عندنا تقريبا جاهزه، العالم عم تواصل معنا عن طريق البريد انه نحن اسره بحاجه و هي كلها خلال الاسبوع القادم تتوزع على الفرق. يعني مثلا خلينا نقول انه في عندنا 50 عائله بالميدان، 40 عائله بركن الدين، هون حتوزع لهم السلل للفرق بسياره. الفرق هي بالتعاون مع طبعا كمان هون احنا في دور للمحافظه مدينه دمشق هي عن طريق المخاتير والمسؤولين الموجودين بالمنطقه حيتعاونوا معهم لنوصل الامانه هي لاصحابها. لا برجع بقول الدعم اليوم عم يكون فعليا من المجتمع الاهلي حاليا، وهذا الشيء اللي احنا كثير بنعول عليه او بنقول احنا فعليا لولاكم ما فينا نعمل شيء. وفيني وجه رساله اليوم فعليا للتجار او للمؤسسات الكبيره، حكينا عن موضوع المسؤوليه المجتمعيه صحيح. احنا اليوم هذا وقتها، يعني اليوم التاجر معلش ما يربح كثير او بلا هالربح هالشهر هذا، خلي هالمواطن هذا اللي اليوم كان عم يشتغل بقوت يومه اللي عم يطلع 1000 او 2000 ليره لحتى يروح يجيب غداء او عشاء لاولاده، يقدر بكل محبه يخفف شوي من صحيح. من مصاريفه، ونحن بنساعد من طرف اخر لنصل فعليا لانه نطلع من هالازمه. ونحن عم نشوف مبادرات للمجتمع الاهلي، مش فقط جمعيات او تجار، عم نشوف مبادرات فرديه جميله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في شخص اطلق مثلا انه انا اليوم هذا الشهر بيسامح مستأجر اللي عندي بأجار البيت تماماً. شفنا تفاعل بشكل كتير، هي مثلا مبادرة فردية بس إلى أثر على أرض الواقع والعالم تفاعلت معها، فهي بتبلش من عند أي شخص هو صحيح. بينتمي لهيدا المجتمع الأهلي، هي مبادرة إنسانية التزم ببيتك وأي شخص ممكن يقدر يساعدك، حتى الجيران. يعني صلة الرحم أو الجيرة معروفة عنا نحن بسوريا من زمان، يعني كيف رمضان بتقدر السكبة متعودين، يعني ما في شيء جديد علينا فعليا. يعني مثلا بتلاقينا نحن عم نجيب الخبز إلنا ولجيراننا، ما في داعي أنت تنزل صحيح. هي موجودة قديش، يعني نحن متعودين على اساسا المبادرات الفعليه للمجتمع الاهلي، بس هلا صار لها مصطلحات مختلفه صحيح. قديش فعلا اليوم بتاثر على حياتنا بهي الظروف يمكن الاستثنائيه اللي عم نعيشها. هلا بدي اقول شغله، انه حكيت على مبادره، في مبادره اطلقها كمان صديقنا الاستاذ يوسف بدوي المصور حكيت انا وياه فيها وكثير حلوه وخفيفه، يعني انه اطمن على جارك، يعني اوكي دق له ناقصه شيء فيك تقسم اللقمه بينك وبينه. يعني بالنهايه هي برجع بقول كمان هي مو جديده على مجتمعنا، يمكن الظروف غابت لفتره معينه تماما قلت. الازمه انه كان في حرب، في اوضاع مختلفه بعدتنا شوي عن بعض، ولكن احنا فعليا بحاجه بعض. يعني جدل احيانا بيقولوا رب ضاره نافعه، هذا الوباء اللي اجى له مضار اكيد كبيره، ولكن صدقا انه في له منافع اخرى. المنافع اللي كانت او اللي طلعت هلا بلشت تطلع، حبنا لبعض، تقاربنا من بعض، خوفنا على بعض، خلتنا هيك ننسجم او نحس ببعض اكثر. يمكن لانه نحن خلينا نقول هيك الطبقه اللي بتحب الحياه، مو طبقه بتحب المال، في طبقه بتحب المال وفي طبقه بتحب الحياه، نحن الطبقه اللي بتحب الحياه بنهتم ببعض اكثر. متمنى من الطبقه اللي بتحب المال انه تشعر فينا لحتى تقدر بعدين تربح منا، يعني تراعينا هلا شوي وبعدين ترجع بعد بس نخلص معلش تربح، ما عندنا مشكله بهذا الموضوع. فالحمد لله في خلينا نقول خليه ازمه الحكوميه عم تشتغل على هذا الموضوع، ونحن عم نتابع هاي تحركها بشكل كثير دقيق، عم تمشي بمراحل كثير مهمه، عم تساعد على انه تخفف من خلينا نقول انتشار المرض، ودورنا نحن نخفف من الم المواطن اللي هو فعليا اليوم كان يشتغل بيوم او يشتغل بيومين لحتى يطلع قوت يومه، او موظف او عامل كان يشتغل بمعمل ما قدر ياخذ راتبه هذا الشهر. هذا الشيء اللي احنا عم نحاول نكون ضمن امكانيه مساعدته باي شكل من الاشكال. خلينا ننوه على نقطه كثير مهمه ذكرتها حضرتك من شوي سريعا، اليوم اعداد المتطوع. اليوم نور الاشخاص بيشوفونا على التلفزيون بيقولوا لنا ليش مو لابسين كمامه؟ ليش مو لابسين كفوف؟ نحن عم ناخذ الاجراءات الوقائيه، عم يشوفوا اي حدا بالشارع يمكن عم يقارنوا حالهم فيه وهو نزل ما صار شيء. اليوم خلينا نحكي الاشخاص اللي رح يكونوا على الارض، قديش تم العمل عليهم توعيتهم طبيا حتى مجتمعيا؟ يعني دائما مثل ما ذكرت نور من شوي ساعد كانت تشتغل على البسمه لتنشرها بين الاشخاص، قديش كمان عم تشتغل على مبادرات مجتمعيه بعيدا عن المبادرات العينيه؟ نحن فعليا اول شغله عملناها انه امنا لباس واقي للمتطوع، يعني بكره العالم رح تشوفنا بشكل مختلف شوي، لابسين افرول ووتر بروف، عازل، حاطين كمامه، حاطين نظارات.
طبعا هذا الحكي مو حماية بس لنا، وحماية لألهم بنفس الوقت. أشخاص عم تتعامل معهم. ما ننقل لهم شيء لأنه حنصل لبيوتهم. يعني أنا اليوم بدي إجي لعندك على البيت إذا ما كنت نظيف أو معقم بشكل كامل حنقول لك الفيروس أنت بس البيت. فهذا الشيء اشتغلنا عليه، أمننا لباس كامل لكل المتطوعين الموجودين عنا، جهزناهم أو خلينا نقول وعيناهم أكثر. بمعنى أنه اليوم حتى باجتماعاتنا ونحن لابسين الوقاية أو الحماية عم تكون هاي المسافة اللي هلأ بيني وبينك موجودة، هاي المسافة اللي هي خلينا نقول مسافة أمان فعلياً، متر ونص هو مسافة أمان. صحيح. الفيروس هو تقيل بالجو فما بيصل بشكل. عم نحاول كمان هون نعودهم على أنه حتى لو ما كنتوا لابسين اللباس خلوا هالمسافة هاي بيناتكم. السلام لغينا سلام الإيد، صار سلام الكوع، صرنا نسلم على بعض بالكوع او نحط ايدنا، يعني حسب هي كلمه مش بالضروره تعبر من خلال لمس الاخر، هي بكلمه بيقول لك مرحبا. احنا متعودين نقول لكل الناس صباح الخير ومرحبا، السلام فينا طبع يعني عايشين عليه، فهي مش بالضروره تصافح لانه بالاخير بتحميك وبتحمي عيلتك. فبالختام كلمه بتحب توجهها لكل اللي عم يتابعونا، وفي كثير من الناس يمكن حابين كمان يتواصلوا معكم يكونوا معكم، محتاجين بعض العوائل عبر صفحه الجمعيه ممكن يقدروا يتواصلوا معكم. هلا الكلمه اللي بدي اقولها فعليا انه صدقا هالعشرة ايام 15 يوم خلينا بالبيت. معلش نقسم لقمتنا شوي، نخفف شوي من مصاريفنا، نخفف شوي من الضغط الموجود علينا. نحن حنحاول نكون معك بالبيت، حنحاول نساعدك باي طريقه طبعا ضمن امكانياتنا، لانه برجع بقول اليوم يعني الامكانيات هي بحسب الدعم اللي حيجينا من المجتمع الاهلي. اي حدا بامكانه يفوت على صفحه الجمعيه يبعث رساله باسمه ورقم تليفونه، ما في داعي يعمل اي شيء ابدا، بس يكتب اسمه، وظيفته انه هو موظف او عامل او ورقم تليفونه، ونحن رح نتواصل معه بمجرد ما نزلنا على الارض فورا لحتى ان شاء الله نوصله الامانه اللي حملناها على كتافنا. اكيد يعني بدنا نوجه تحيه اليوم لكل متطوع، لكل شخص عم يعمل مبادره، لكل الجنود بالمشافي، لكل ممرض. صحيح. اليوم كل شخص عنده مسؤوليه، وان شاء الله كلياتنا نكون قد هي المسؤوليه. لازم نكون قد المسؤوليه إن شاء الله. وخليكم بالبيت. أكيد خليكم بالبيت. نتشكرك أستاذ عصام حبال رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد على وجودك معنا، ومثل ما قلت خليكم بالبيت، يمكن نحن مضطرين ننزل على شغلنا في كثير من الناس، بس عم نحاول ناخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لأنه بالأخير نحن عندنا عيال وأولاد، فلازم نحميهم ونحافظ عليهم. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.